اهلا بكم من جديد. افرح يا اهلي، مبروك لكل الاهلاويه. مجلس اداره النادي الاهلي بروح الفالنه الحمراء، عقد رعايه. يعني بقول لكم بصراحه، يعني والله بجد الواحد لما يجي اتكلم الكلام ده صدقوني يعني ولا نعرف اي حاجه. الصبح تعالوا عندنا حاجه في النادي، بتيجي النادي الدنيا مش واضحه، مش عايز يعني مش عارف الدنيا في ايه، لكن مفاجاه، لكن فرحه، لكن تجمع، لكن عقد رعايه كبير للنادي الاهلي. افرح يا اهلي، قلت لكم دي المباراه الوحيده اللي انت ما بتبقاش عارف ترتيبها امتى، بتتلعب ازاي، بتتلعب من مين ومين، بتاخد نتيجة المباراة وبعدين بقى تتفرج على المباراة اتلعبت ازاي. خلو طبعا دايما بنتكلم وبنحب نتكلم مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الأبطال اللي خلف الكواليس اللي دايما بيعملوا في صمت. خلينا نرحب بالأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مشرفنا ومنورنا. ازيك يا هيف؟ ربنا يخليك، مبروك عليك ومبروك على الجمعية العمومية وجمهور النادي الأهلي طبعا على العقد النهاردة. إنجاز كبير وإن شاء الله دايما كده في انتصارات وأفراح إن شاء الله. مجلس إدارة النادي الأهلي يعمل في صمت، يحقق أهداف، مجلس يعمل لصالح عائلة النادي الأهلي. أعتقد الشهر اللي فات كان شهر مهم جدا، بدءا من اعتماد اللائحة في أواخر سبتمبر 28 سبتمبر، بعدين عقد الرعاية امبارح بتاع الملابس الرياضية والفريق الكورة، والنهاردة العقد الرعاية. أعتقد ثلاث خطوات مهمة وأعتقد يضافوا للسجل المهم للنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. يعني ما فيش 12 ساعة بالليل كنا سامعين عقد الملابس، حاجة كبيرة جدا، عقد أمبرو، حاجة محترمة جدا في توقيت محترم جدا. كمان النهاردة عقد الرعاية، شغل كتير جدا، وقت كتير جدا. أنا حابب بس أوضح للناس إن الناس كانت قلقانة بعد الفسخ التعاقد اللي حصل مع شركة الملابس وشركة الرعاية. إحنا خدنا الأمور بهدوء تماما، وإحنا عارفين قيمة النادي الأهلي كويس ومستعدين لكل الاحتمالات. النادي الأهلي هو أقوى براند في مصر زي ما قلنا قبل كده وبنكرر تاني، والدليل على كده إن إحنا النهاردة بنمضي بسعر أعلى من اللي مضينا بيه في شهر 5 اللي فات. يعني الأمور في ازدياد مش في تراجع، فإحنا كنا دارسين الأمور بشكل كويس. وطبعا بنشكر الكابتن محمود الخطيب لأن هو خد على عاتقه ال 100 متر الاخيره بتاعه التفاوض مع اداره التسويق والاداره القانونيه والاداره التنفيذيه. شكله تعب الاستاذ محمد كامل قوي. واضح اخر 48 ساعه كان فيهم يعني كان فيهم العمل الحسم، والحمد لله قدرنا زي ما بقول نمضي برقم اعلى من العقد اللي فات اللي ما عداش عليه 5 شهور. فاعتقد ده بيجسد قيمه النادي الاهلي، قيمه براند النادي الاهلي قبل اي حاجه. انا قبل ما نتكلم على مجهود اي حد من المجلس او من الاداره التنفيذيه، قيمه براند النادي الاهلي هو اللي دايما في ازدياد، والحمد لله ان احنا قدرنا نمضي العقد ده النهارده. ثقه كبيره في ظل هدوء جماهير النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دايما حاطين ثقتها في اعضاء مجلس الاداره، زي ما بيحطوا ثقتها في فرق الكوره، زي ما بيحطوا ثقتها في اسم النادي الاهلي. مع النادي الاهلي طالما الحكم ما صفرش ما تقلقش خالص. المره دي بقى قبل ما المباراه تبدا، زي ما بقول احنا مش هننجرف لمعارك جانبيه، احنا عندنا شغل وعندنا برنامج احنا تم انتخابنا على اساسه، عندنا قيمه لاسم النادي الاهلي. اي حد هيحاول يشدنا لتحت لا، اللي عايز يطلع علينا لفوق اهلا وسهلا، لكن احنا مش هننجرف لحد لتحت. عندنا جمعيه عموميه بتحاسبنا، عندنا جمهور بيحاسبنا، وعندنا وزاره، وعندنا لجنه اولمبيه، وعندنا جهات كتير جدا بتحاسبنا. مش المفروض ان هنخش في معارك جانبيه، احنا مركزين في شغلنا ومركزين ان احنا نقدم حاجه محترمه للجمهور والاعضاء الجمعيه العموميه، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنهم. حضرتك راجل تجاري كبير ورجل كبير في الاقتصاد، اكيد لما برضو توجه كلمه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتشرح لهم فيها ببساطه الرعايه وحقوق الرعايه، وان ازاي في توقيت صغير زي ده تعملوا الموضوع الكبير ده بتعاون شركه بريزنتيشن برقم اكبر من الراعي اللي فات، اعتقد ده حاجه كبيره جدا. الموضوع دراسته كانت سهله، ويمكن المره دي كمان كانت اسهل من المرات اللي فاتت، لان احنا الشركه الراعيه السابقه كانت بدات تبيع الحقوق الرعايه بتاعت النادي الاهلي، فاحنا كان الاسعار في السوق كانت مكشوفه بشكل كبير، فكنا مقدرين الشكل عامل ازاي. وطبعا شركه بريزنتيشن من الشركات المحترمه واللي اثبتت وجودها في السوق المصري في السنوات اللي فاتت. محمد كامل انا ببارك له النهارده وعلى مشاعره الجميله كمان قبل اي حاجه. فقدرنا ان احنا نشوف الامور ماشيه ازاي، كان عندنا كل الخيارات مفتوحه، سواء ان احنا نبيع عقد الرعايه لاحدى الشركات او ان احنا نسوق بنفسنا، كل الامور دي كانت مطروحه على الترابيزه، وكانت اداره التسويق مستعده لجميع الاتجاهات، ولكن فضلنا في الاخر ان احنا نتجه للتسويق للبرزنتيشن. قيمه براند النادي الاهلي كبيره زي ما بقول، في تكالب على الشركات تجري ورا اسم النادي الاهلي، واعتقد ده باذن الله مستمر معانا. احنا كنا وعدنا وكان من ضمن الحاجات
الاهداف اللي قلناها في وقت الانتخابات ان احنا هنضاعف حقوق رعايه النادي الاهلي. حقوق رعايه النادي الاهلي اللي هي عباره عن حقوق الرعايه نفسها وحقوق البث، واعتقد ان احنا قدرنا نعمل ده. ما كانش سهل لظروف كتير جدا، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا الاثنين مع بعض باذن الله كده بنقرب من المليار في 4 سنين، وده ضعف الرقم بتاع حقوق البث والرعايه في العقد اللي فات. بحب اتكلم بصراحه وبحب اتكلم في ارض واقع، والسؤال ده ما يزعلش حضرتك، انت كعضو مجلس اداره وكاهلاوي وعضو جمعيه عموميه، ما كانش عندك نوع من القلق اللي موجود عند بعض الاعضاء في ظل الظروف دي والضغوط دي والرعايه عملت بعقد كبير، ان يبقى عندكم تحدي بالمستوى ده انه تعملوا في الوقت الضيق ده وسط ما الناس كلها بتفكر انتوا رايحين فين وجايين منين، فجاه بتعلنوا بدون سابق انذار على عقد رعايه كبير جدا واكبر من عقد الرعايه اللي فات، ولا كان في ضغوط ولا كان يعني ولا كان الامور اللي كل الناس دي عارفاها موجوده في عقد الرعايه بالذات؟ انا لا يعني انا عمري ما كنت قلقان، لان زي ما بقول لك انا في السوق وعارف قيمه النادي الاهلي ايه وعارف الشركات مستعده تدفع كام، ففي دي بالذات انا ما كنتش قلقان تماما، بالعكس كنت شايف ان دي هتبقى اثبات اخر ان النادي الاهلي كبير وان النادي الاهلي بيسير في خطى ثابته بغض النظر عن الضغوط ومحاوله اي محاولات لان هو يعرقل اي حد يعرقل مسيره النادي الاهلي. فانا كنت واثق من دي 100%، لان انا شايف زي ما بقول لك الاسعار شكلها عامل ازاي في السوق، وانا شايف ان باذن الله زي ما كابتن محمود الخطيب قال ان البرزنتيشن كمان باذن الله هتعمل ارباح كويسه من ورا العقد ده، وده اللي يهمنا ان احنا كمان الشركه اللي معانا ان هي تقدر تكسب من ورا النادي الاهلي. الجميل ان الشركه اللي جايه تتعامل مع النادي الاهلي شركه برزنتيشن جايه بتقول انا هيضاف لي اكتر من انا هضيف ايه للنادي الاهلي، انا عملت كل التاريخ يعني ربنا يطول في اعمار الجميع، لو ربنا روحنا ربنا دلوقتي احنا راضيين عن كل عملاه، حققنا حلم. تشوف قد ايه الشغل ممتع مع النادي الاهلي حتى لو كان متعب من الرعاه اللي عايزين يجوا يبقوا موجودين، لكن هذا الناتج ودموع الفرح دي تمثل حاجات كتير قوي. انت بتتكلم على قيمه كبيره جدا، النادي الاهلي ده قيمه كبيره لاي حد بينتمي ليه سواء من اعضاء مجلس اداره او اعضاء جمعيه عموميه او الجمهور، كلنا بننتمي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ده شرف كبير لينا، اقتران اسمنا باسم النادي الاهلي حتى انا شخصيا اقتران اسمي بالنادي الاهلي ده حاجه بشرف لا يضاهيه شرف. فنفس الحكايه بالنسبه للبرزنتيشن، برزنتيشن عندها ما شاء الله الرعايه بتاعت اغلبيه فرق الدوري، فبالنسبه لها النادي الاهلي هو التاج اللي هي فاضل لها عشان تتوج بيها مجهوداتها. فلذلك محمد كامل النهارده كان يعني في فرحه طبيعيه جدا، فرحه طبيعيه جدا، لانه محمد كمان من الناس المجتهده، ويعني انا اتمنى له باذن الله التوفيق باذن الله في الفتره اللي جايه. بشكر حضرتك ولو حابب تضيف اي حاجه، والف الف مبروك لحضرتك وللنادي الاهلي، ربنا يوفقنا باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا هاب. كل الشكر للاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وافرح يا اهلي لسه مستمرين معاكم، فاصل وانا اتواصل.